المعتصمون في بوب الشام أكدوا على تواصل اعتصامهم حتى يستجيب المسؤولون إلى مطالبهم وينتهي التقصير المتواصل بحقهم. لم أحد يستمع لأصواتكم من المسؤولين الذين انتخبناهم على الذين أوصلناهم على سدة الحكم، والآن هذا هو أكبر برهان لكم، وغدا سوف تكون لهم عونا. أنت باجر صير له عون، لا لا أنت باجر، أنت جاي تنتخب ما عاد ولا أم تنتخب، وغدا سوف تكون لهم عونا، وهم الآن بقرة صم بكم لا يسمعون. فإذا تقرر المظاهرة والاعتصام مستمر غدا الساعة 12 ظهرا حسب ما ورد من السيد علي الحميدي عضو مجلس محافظة بغداد وهو ملتزم، وحسب ما قال بيننا اتصال بيني وبين الأمانة، وغدا يكون ملزم أن يوقع على هذه المطالب، هي مطالب أهالي بوب الشام. جانب من اعتصام أهالي بوب الشام تشاهدونه في اللقطات التي سنعرضها عليكم الآن تباعا. خليها فيديو.